السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كونسبتس 13 ميوسز ديوسز the number of chromosomes أو chromosome sets from diploid to haploid. إذا بنتكلم عن باثوي جديدة اليوم وهي ميوسز وليس ميتوسز. ميتوسز يخص أو ميتوتيك فيس، ميتوسز يخص انقسام الكروموسومات في الخلية الجسدية، ميتوسز اللي أخذناها سابقا. ميوسز هو انقسام الكروموسومات في الخلية الجنسية الحيوان المنوي والبويضة. هون في اختلاف، لأنه الناتج في هاي الحالة هيكون عبارة عن خلايا فيها عدد مفرد من الكروموسومز وليس أزواج. وزي ما حكينا سابقا إنه الخلية التي تحوي على عدد مفرد من الكروموسومات بنسميها هابلويد، يعني الحيوان المنوي والبويضة يحتوي على 23 كروموسوم فبنسميها هابلويد سيل، بينما الخلية الجسدية العادية تحوي على 23 زوج من الكروموسومات فمنسميها دايبلويد. إذن الآن بدنا ننتج حيوان منوي وبويضة. إذن الخلية بدها تتحول من دايبلويد إلى هابلويد. إذن بيكون فيها تضاعف للكروموسومات، ولكن يجب أن لا تنتج خلايا تحوي على أزواج من الكروموسومات وإنما على أفراد. نبلش النقطة الأولى بتقول like mitosis، يعني بتشبه الميتوسيس. الميوسيس is preceded by replication of chromosomes. أكيد. شو يعني؟ يعني قبل مرحلة انقسام الكروموسومات يسبق ذلك حالة النمو التي تحدث في الخلية. يعني الخلية بدها تمر بالجي 1، بالاس فيس اللي بتتم فيها مضاعفة الكروموسومات، بالجي 2، بعدين تبدأ مرحلة الانقسام اللي هي الميتوسيس والسيتوكينيزيس. هون نفس الاشي، نمو G1S G2، بعدين ميوسيس وليس ميتوسيس، وبعدين عندنا السيتوكينيزيس اللي هي انقسام باقي أجزاء الخلية أو السيتوبلازم. ميوسيس takes place in two consecutive cell division called meiosis 1 and meiosis 2. يعني هون تنقسم الخلية، بحكي لك مرتين وليس مرة واحدة. في الخلية الجسدية سابقا قلنا الخلية تنقسم تنتج خليتين متشابهات مع الخلية الأم. هون لا، هنا الانقسام عبارة عن انقسامين متتاليين، وبالتالي الخلية تنقسم إلى خليتين، ومن ثم هذول الخليتين ينقسمن كل واحد إلى خليتين فتنتج أربع خلايا. إذن في الميوسيس الناتج أربع خلايا وليس خليتين زي الميتوسيس. تمام؟ إذن هون في عنا ميوسيس 1 وعنا ميوسيس 2. إذن عنا النقطة الثالثة بيقول the two cell division results in four daughter cells. إذن ينتج الانقسام مرتين، ينتج أربع خلايا وليس two daughter cells مثل حالة الميتوسيس. طيب بما أنه أنتجنا أربعة، معناته الكروموسومات بدهنش يتوزعن على خليتين بحيث كل خلية تأخذ 23 زوج، لا كمان بدهن ينقسم من هذول الخلايا لخليتين بحيث يصير عدد الخلايا أربعة، وبالتالي كل خلية ستحوي على 23 كروموسوم وليس زوج من الكروموسومات. إذن each daughter cell اللي هن من الأربعة has only half as many chromosomes as the parent cell.
يعني الخلية الأصلية كانت تحوي على 23 زوج من الكروموسومات، تضاعفت أصبحت 46 زوج، انقسمت إلى خليتين كل واحدة 23 زوج، الخليتين انقسمن لخليتين، أصبح كل خلية من الخلايا الأربعة تحوي على 23 كروموسوم وليس على 23 زوج من الكروموسومات. Stages of meiosis، مراحل meiosis، أكيد قبل الميوسيس زي ما ذكرنا الكروموسومات تتضاعف، الكروموسومات شو بصير فيها؟ تتضاعف. هلأ the resulting sister chromatids are closely associated along their length، كل sister chromatid زي ما ذكرنا يعني كل كروموسوم يتضاعف يكون مرتبط مع التوأم تبعه اللي سميناه sister chromatids، وبيكون ملزقات ببعض وعلى طول بعض. This is called sister chromatids cohesion. شو يعني؟ يعني هذا يسمى التصاق التوائم، يسمى التصاق التوائم sister chromatids cohesion. The chromatids are sorted into four haploid daughter cells. شو يعني بصير؟ بقول لك هذول sister chromatids هذول التوائم يتوزعن على الخلايا الأربعة. طلعين عنا في مرحلة الانترفيس النمو عندي كان عندي كروموسوم كروموسوم هومولوجس كروموسوم هومولوجس كروموسوم خلية أصلية أزرق أحمر واحد من الأب واحد من الأم from two parents from the parents. طيب شو بدنا نعمل؟ دوبليكيشن كروموسوم دوبليكيشن two sister chromatids بالأحمر two sister chromatids في الأزرق. إذن الهومولوجس كروموسومز الضعفن سيستر كروماتيتس سيستر كروماتيتس أزرق مع أحمر هومولوجس كروموسومز. طيب هاي الخلية مالها؟ عبارة عن دايبلويد، عبارة عن دايبلويد لأنها تحوي على أزواج، تحوي على أزواج دايبلويد سيل with duplicated chromosome. الآن نيجي على مرحلة الانقسام، لاحظ أنه في عندك انقسامين meiosis 1 meiosis 2. في الميوسيس 1 طلع انقسمت الخلية لخليتين، رحن اللي باللون الأزرق على خلية واللي باللون الأحمر على خلية. هون بيختلف عن اللي تعلمناه سابقا في الميتوسيس، لا لما صار الانفصال شو راح؟ راح على خلية أزرق وأحمر وعلى الخلية الثانية أزرق وأحمر، وبالتالي أنتجنا خليتين متشابهات identical cells. هون لا، هون ما انفصلوا السيستر كروماتيدس عن بعض، ما انفصل الأزرق عن ما انفصلوا التوائم عن بعض، ولا مين اللي انفصلوا؟ انفصلوا الأزرق عن الأحمر، يعني اللي انفصلوا هم الهومولوجس كروموسومز. وهم بسألك عنهم بالامتحانات هذول دائما، بقول لك بالميوسيس 1 مين اللي منفصله؟ هل الهومولوجس كروموسومز ولا السيستر كروماتيدز؟ بتقول له الهومولوجس كروموسومز، السيستر كروماتيدز ما بينفصلوا عن بعض بالميوسيس 1. بالميتوسيس لا، التوائم اللي بينفصلوا عن بعض وليس الهومولوجس كروموسومز، وليس الهومولوجس كروموسومز. طيب اذا هاي الخليه هابلويد، هاي الخليه هابلويد فيها duplicated chromosomes، إذن ليست haploid، ليست diploid، هاي diploid فيها أزواج من الكروموسومات. هون أصبح الكروموسومات شو مالهن؟ haploid cell، لأنه ما فيها homologous chromosome، ما فيها أزواج من الهومولوجس. طيب نيجي على المرحلة الثانية اللي هي meiosis 2، كنا ندرس المرحلة الأولى بالتفصيل والمرحلة الثانية بالتفصيل. بالميوسيس 2 انقسمت الخلية إلى خليتين، انقسمت الخلية إلى خليتين تمام، راح أزرق أزرق، إذن انفصلن عن بعض السيستر كروماتيتس، يعني زي الميتوسيس اللي خدناها سابقا الانفصال. بالميوسيس 2 إذن اللي بينفصلن عن بعض السيستر كروماتيتس،
بالميوسيس 1 اللي بينفصلن عن بعض الهومولوجس كروموسومز سيبريت بيطلع عندك هابلويد هابلويد with duplicated chromosomes أزواج من الكروموسومات. طب ليه ما سميناهن ما هن أزواج؟ ليه ما نسميهن diploid؟ لأنهم نفس اللون. سميناهن haploid cells لأنه نفس الإشي، يعني التوائم هم زي بعض، بالتالي كأنهم إشي واحد مكرر. فهي عبارة عن haploid cell with duplicated chromosome. هلأ هون برضو haploid cell لكن with unduplicated chromosome أنتج عندنا أربع خلايا. إذن الإنقسام الميوسيس بنتج أربع خلايا وليس خليتين، وبنتج خلايا فيها نصف عدد الكروموسومات اللي موجودة في الخلية الأصل أو الأم. تمام؟ إذن هاي تكبير للصور. إذن division in meiosis 1 occurs in four phases. هلأ جينا على مراحل الميوسيس 1. إذا ذاكرين الميتوسيس كانت عبارة عن خمس مراحل: بروفيس، بروميتا، أنافيس، تيلوفيس and سايتوكينيسيس. الميوسيس أقل بمرحلة، ما فيها بروميتا، فيها ميتا مباشرة. إذن بروفيس 1 ميتافيس 1. ليش 1؟ لأنه بنحكي عن الميوسيس 1. إذن بروفيس 1 ميتافيس 1 أنافيس 1 تيلوفيس 1 and سايتوكينيسيس. بدنا نأخذ هذول المراحل بالتفصيل. في المرحلة الأولى نشوف شو بصير. In early prophase 1 each chromosome pairs with its homologous chromosomes are crossing over occurs and crossing over occurs. شو يعني؟ نطلع على هالصورة. شو هون صار؟ بحكي لك كل زوج من الهومولوجس كروموسومز يعني الأزرق والأحمر ارتبطن مع بعض على شكل حرف X. شايف هنا X هنا X. هذا المكان اللي صار فيه هذا الارتباط بسموه كيازماتا. كيازماتا. ولاحظ إنه الغشاء الخلوي بلش يذوب. Fragments of nuclear envelope. السنتروزومز بلشن يبعدن عن بعض علشان يسحبن الكروموسومات ويفصلوها عن بعض. السيستر كروماتيد زي ما شايفين الضعفين، وهاي الهومولوجس كروموسومز الأزرق والأحمر. تمام؟ هاي بروفيس 1. إذن X shaped region هاي المنطقة اللي عملت الكروسينج أوفر على شكل X shape بنسميها كيازماتا. كيازماتا. طيب نروح على الميتافيس 1 نقرأ عنها. بالميتافيس 1 نفس ما كنا زي ما حكينا سابقا انه الكروموسومات اللي ضعفين بتصفطن بالوسط في منطقه بنسميها ميتافيس بليت with one chromosome facing each pole. طيب نروح عليها نتفرج. اذا بالميتافيس شو بصيرن؟ بتصفطن الكروموسومات في الوسط. تمام؟ بتصفطن الكروموسومات بالوسط. النيوكليار انفلوب مش موجود، الغلاف النووي، الميكروتيوبيولز هيك هم ماسكات في الكينيتيكور القفل. تمام؟ هذول نون كينيتيكور ميكروتيوبيول اللي حكينا بيدفعن وبيعملن انبعاج في الخلية. هاي مرحلة الميتافيس شو واللي بتكون فيها الميتافيس بليت. إذن الميكروتيوبيول بيطلعن من كل قطب من الأقطاب بيرتبطن على الكينيتيكور تبع الكروموسوم وبيبلشن بدهن يسحبن الكروموسوم على كل قطب من الأقطاب. تمام؟ هاي المرحلة ميتافيس بليت. المرحلة اللي بعديها أنافيس 1 نشوفها. الأنافيس شو بصير بالأنافيس؟ الأنافيس لاحظ إنه هون شدينا وهون شدينا. لاحظ كيف الانفصال؟ اللي انفصلن عن بعض الهومولوجس كروموسومز وليس السيستر كروماتيد زي ما ذكرنا قبل شوي. طلع انفصل الأحمر عن الأزرق. هلأ في الانقسام الخلية الجسدية العادية مش هيك بيكون. بينفصل مين؟ بينفصل الأزرق والأحمر مع على جهة وأزرق وأحمر على جهة عشان نطلع خليتين متماثلات identical. هنا لا، هنا مين اللي انفصلن عن بعض؟ انفصل الأحمر عن الأزرق، يعني الهومولوجس كروموسومز سيبريت. إذن السيستر كروماتيدز بظلين مرتبطات مع بعض. هذا بالأنافيس 1. إذن بالأنافيس 1 pairs of homologous chromosomes separate. كل كروموسوم of each pair moves towards the opposite poles.
يعني كل كروموسوم بيروح على طرف من الطرفين. مين اللي بيشدوا السبندل؟ اللي هن الخيوط المغزلية. السيستر كروماتيدز بيظلين ماسكات مع بعض، remains attached. أدى سنترومير بيظلين مرتبطات من الوسط وبنتقلن نحو الأقطاب. طيب نروح المرحلة اللي بعديها، تيلوفيس and cytokinesis. In the beginning of the telophase, each half cell has haploid cell of chromosomes. شو صار عند الخلايا؟ أصبح عندها عدد من الكروموسومات 23 زوج، ولكن دير بالك زوج من مش من الكروموسومات، وإنما زوج من السيستر كروماتيدز. ليش؟ لأنه هذا وهذا نسخة، هذا وهذا نسخة، وهذا وهذا نسخة. إذن هذول ما بنعتبرهن أزواج من الكروموسومات، مع أنهن هن اثنين لكن ما بنعتبرهن أزواج. ليش؟ لأنهم identical، لأنهم نفس النسخة، لأنهم sister chromatids. إذن الآن بنتج عندنا خليتين، كل خلية haploid. طب لو أحمر وأزرق، أحمر وأزرق، بنسميها diploid. إذن هي عبارة عن haploid زي ما ذكرنا قبل شوي. إذن كل خلية من الخلايا بتكون تحتوي على haploid cells of chromosomes، وكل كروموسوم مرتبط مع السيستر كروماتيدز تبعته. المرحلة اللي بعديها مباشرة cytokinesis، usually occurs simultaneously، بتحدث مباشرة أو تلقائيا أو متزامنة مع التلوفيس. بنتج عنا two haploid daughter cells، بتنتج عنا خليتين كاملات متكملات تحوي على هابلويد. ركز هابلويد، مع انهم 23 زوج ولكن ما منسميهن زوج. ليش؟ قلنا لانه ازرق وازرق مش ازواج وانما سيستر كروماتيدز، هاي كررناها عدة مرات نفس النقطة. تمام، اذا بينتج عندنا الدوتر سيلز. هلا كيف بتكون بعديها؟ هون بتكون عندنا الكليفيج فورم اللي هو مرحلة التخصر في الانيمال سيلز. تمام، إذن in animal cells cleavage forms no chromosome replication occur. هلا شو بدنا ننتقل؟ بدنا ننتقل من الميوسيس 1 للميوسيس 2، من ميوسيس 1 لميوسيس 2. ولكن بدنا نحط ببالنا انه الآن بدنا ننقسم كمان مرة، لكن حننقسم مباشرة، لا نحتاج إلى نمو ومضاعفة الكروموسومات كمان مرة. بالعادة بالخلية الجسدية الخلية تنقسم، تنمو، تضاعف الكروموسومات، بترد تنقسم. هنا لا، هنا الخلية الجنسية تضاعف الكروموسومات، تنقسم ثم تنقسم دون أن تنمو مرة أخرى وتضاعف عدد الكروموسومات. إذن ما في عنا مضاعفة، ما في عنا ريبليكيشن، ما في عنا مضاعفة للكروموسومات between meiosis 1 and meiosis 2، ما في. تمام، خلاص الكروموسومات صار لهن ريبليكيشن، ما بنرجع نعمل لهن ريبليكيشن كمان مرة. تمام، طب نطلع هين إن الزوج أخذنا حيوان منوي من الخصية. في الحيوان المنوي بدنا نشوف كيف بده يصير مضاعفة لإله أو الخلية المنتجة للحيوان المنوي. في عندها أزواج من الكروموسومات، شفنا فيديو إحنا زي هيك بالنسبة للجروح سابقا، لكن هنا مختلف الأمر شوية. each maternal chromosome، إذا عندنا زي ما شايفين أزرق وأحمر، لأنه أصل الكروموسومات اللي عندنا بيكون واحد جاي من الأب واحد من الأم. تمت عملية المضاعفة، صار عندنا sister chromatids زي ما شايف عندنا. هاي المادة الوراثية ملفوفة حول هاي الخرزات الصغيرة، هي عبارة عن بروتينات، هاي الكروموسومات بشكل واضح. إذا تم النمو، هاي الكروموسومات انفصلن السنتروزومز عن بعض، هاي الخيوط المغزلية، هاي الكروموسومات اللي تضاعفن، هاي الأزرق وهاي الأحمر، اثنين أزرق اثنين أحمر، سيستر كروماتيدز تكونن، أحمر مع أزرق هومولوغاس كروموسومز،
هذا كلياته موجود في البرو فيس 1، كل شيء متضاعف، بلش النيوكليار انفلوب يذوب، بلشت السبندل تمتد إلى الوسط، بلشت الكروموسومات تتصفط في وسط النواة في المنطقة اللي سميناها ميتافيس بليت، بلشنا انشد علشان نفصل الكروموسومات المتضاعفة. لاحظ انه حينفصل الازرق عن الاحمر، لاحظ الان في الانافيس 1 عملية الشد اللي بتتم، لاحظ شايف انفصل الازرق عن الاحمر، فخلية اخذت ازرق كروموسومات ازرق كامل سيستر كروماتيز، خلايا اخذت احمر، هاي اخذت لها مثلا 16 زوج من الازرق وكم من زوج من الاحمر، والثانية اخذت العكس. في الميوسيس 2 الان طلع من ردنع بدون ما نضاعف الكروموسومات، ندخل بروفيس 1 ميتافيس، بنفصل الان عن بعض نفس الاشي، بتصير عندنا الانافيس التلوفيس والسايتوكاينيسز، مرحلة التخصر، انفصال خلايا، لاحظ نتج عندنا 4 خلايا وليس خليتين زي ما بيحدث في الخلايا الجنسية، سوري الخلايا الجسدية، هاي خلايا جنسية، هاي الخلايا الجنسية بنسميها هابلويد، أيوة اللي هو هذا الحيوان المنوي اللي أخذناه من الخصية، ويتم إنجاب الطفل عندما يتم تلقيح للبويضة. تمام، وهذا كمان فيديو بفرجينا السبيرم فورميشن، هذا فيديو حقيقي مأخوذ بإلكترون مايكروسكوب، توقع كونتراست مايكروسكوب انترفيرنس، كونتراست مايكروسكوب إنه كيف السبيرم يتكون، كيف السبيرم يتكون، هاي ممكن تلاحظوا السبندل. تمام، مش كثير يعني واضحة الأمور بالنسبة إلنا، بدك حدا مختص يعني في المجال لمعرفة هاي التفاصيل اللي موجودة بالفيديو. Division in meiosis 2 also occurs in 4 phases. هلا الانقسام المرحلة الثانية، الانقسام الثاني نفس الشيء، يمر ب4 مراحل: prophase 2, metaphase 2, anaphase 2, telophase 2 and cytokinesis. هلا هذا الانقسام الثاني يشبه الانقسام بالخلية الجسدية، يعني إذا جانا بالامتحان قلنا الميتوسيس بتشبه مين؟ من كله ميوسيس 2. طب ليش؟ لأنه الآن اللي بدهن ينفصل عن بعض السيستر كروماتيدس، الأحمر عن الأحمر والأزرق عن الأزرق. إذن بروفيس 2 نفس الإشي، السبندل أبراتس فورمز وبصرن الكروموسومات كومبوزد أوف 2 سيستر كروماتيدس موفز توارز، ببلش يتحركن نحو منطقة الوسط في الميتافيس بليت. تمام، وزي ما شايفين النيوكليار انفلوب بلش يذوب. طيب بالميتافيس 2 السيستر كروماتيدز ار ارينجد الميتافيس بليت، بتصفطن السيستر كروماتيدز في الوسط، نفس الشيء لاحظ انه خليتين، هاي خليه وهي خليه اللي نتجن من المرحله الاولى، هذول الخليتين لاحظ هون احمر واحمر، هون ازرق وازرق، لانه انفصل الاحمر عن الازرق في المرحله السابقه. تمام، إذا السيستر كروماتيدس تصفتن بالوسط. شو كمان صار بالميتافيس؟ السبندل امتدين مسكن بالكينيتيكور، تمام، وفي منهن ما مسكنش نون كينيتيكور سبندل عشان يعملن الانبعاج، وبلشنا نشد شوي 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 شوي،
هذا كلياته يحدث في الميتافيز because of the crossing over in the meiosis, the two sister chromatids each are no longer genetically identical. لو تطلع هون طلعت شغلة غريبة. هلا شو الشغلة الغريبة اللي هي؟ بقول لك طيب هذول sister chromatids مثلا اللي باللون الأحمر هذول توائم، لكن لو تطلع عليهن مليح بتشوف هذا التوأم كله أحمر، بس هذا التوأم في على طرفه إشي أزرق. طيب هذول بشبهن بعض؟ قل لك لا ما بشبهن، معنهن توائم. طب ليه؟ لأنه هاي في بطرفه أزرق، طيب هذا أزرق وهذا أزرق، طب هذول توائم صح؟ طب بشبهن بعض؟ لا. ليه؟ لأنه هذا بطرفه أحمر هذا بطرفه أحمر. طيب شو هالقصة هاي؟ ليش جين هيك؟ شو اللي صار؟ بدنا نرجع شوية للفيجر هذا. طلع هاي المنطقة اللي اسمها crossing over كيزماتا. مش إحنا بهاي المرحلة صرنا نشد عشان نفصل الأحمر عن الأزرق، وهنا في منطقة تقاطع. طلع شو بصير، بقول لك وانت تشد 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 هذا الأحمر، لما شديته بدل ما تطلع معاه هاي القطعة طلعت معاه هاي القطعة فأجت هاي، وهذا الأزرق لما شديته من هين بدل ما تطلع معاه هذا الطرف الأزرق طلع معاه الطرف الأحمر. يعني صار عندنا crossing over، يعني زي تبادل أطراف، تبادل أطراف. هذا بالخلية الجسدية لا يحدث، لكن بالخلية الجنسية يحدث. خلينا نرجع هين. إذن هون لو تلاحظ على الكروموسومات في الميتافيستو بتلاحظهم مش identical، غير متطابقات، مع إنهم sister chromatids، مع إنهم sister chromatids. طيب بلشنا انشد، فصلنا sister chromatids عن بعض. طيب هاد زي هاد؟ لا. طب هاد زي هاد؟ لا. طب هاد زي هاد؟ لا. مع إنهم توائم، مع إنهم توائم ولكنهم مش زي بعض. هم توائم ولكنهم مش زي بعض. طب شو السبب؟ إذا سألك ليش في الميوسيس 2 لما بصير الانقسام السيستر كروماتيدز عن بعض ما بتطلع عندك خليتين توائم؟ شو بتجاوبوا؟ بتكل نتيجة الكروسينج أوفر، نتيجة الكروسينج أوفر، لأنه صار تبادل للأطراف. طيب هلأ هذول بدهن يصيرن خليتين، هلأ في التلوفيس 2 والسيتوكاينيزز بدهن يصيرن خليتين. برايك هاي الخلية اللي على اليمين بتشبه الخلية اللي على الشمال؟ لا. فبيطلع عنا أربع خلايا فيها نصف العدد من الكروموسومات، يعني 23 كروموسوم كل وحدي وليس 23 زوج، وكل خلية من هذول الخلايا الأربعة كليا مختلفة عن بعض، كليا مختلفة عن بعض. فبيطلع عنا 4 haploid daughter cells، 4 haploid daughter cells. إذن الأنافيس 2 هيك صار فيها، التلوفيس 2 إذن الكروموسومز arrives at opposite poles، بوصال الكروموسومات بامت بعد فصلهن إلى الأطراف، وتبدأ النواة بالتشكل وتبدأ الكروموسومات بالتجمع بوسط النواة، ومن ثم يتبع ذلك السيتوكاينيزز، يتبع ذلك شو؟ السيتوكاينيزز اللي بتفصل السيتوبلازم
وباقي أجزاء الخلية. And at the end of meiosis, بعد انتهاء الميوسيس بنتج عندك four daughter cells. Four daughter cells with haploid set of unreplicated chromosomes. يعني بنتج عندك أربع خلايا كل خلية تحوي على 23 فرد من الكروموسومات مختلفة كليا عن بعض. إذن each daughter cell is genetically distinct from other and from the parent cell. لا بشبهن بعض ولا بشبهن الخلية الأصلية. تمام؟ إذن هاي الميوسيس كمان مرة نفس الفيديو فيش داعي نرد نشوفه كمان مرة. إذن مقارنة ما بين الميوسيس والميتوسيس يعني تقريبا تلخيص للي ذكر. مقارنة ما بين الميتوسيس والميوسيس. A comparison of mitosis and meiosis. مقارنة ما بين الميتوسيس أي انقسام الخلية الجسدية والميوسيس اللي هي انقسام الخلايا الجنسية الجاميت. طبعا أخذنا تفاصيل تقريبا معظم الأشياء حكيناها بس هذه عبارة عن مراجعة. الميتوسيس الخلية الجسدية العادية conserve the number of chromosomes. شو يعني؟ يعني الخلية بيكون فيها 23 زوج من الكروموسومات تضاعف تنقسم لخليتين بيطلع عندك خليتين فيهن 23 زوج من الكروموسومات. يعني بلشنا ب 23 زوج وانتهينا ب 23 زوج. إذا conserve conserve يعني تحافظ على عدد الكروموسومات وبتنتج خليتين متطابقات متشابهات نفس الخلية الأصل. بالميوسيس لا، بالميوسيس بيكون عندي 23 زوج من الكروموسومات بتضاعفن بصيرن 46 زوج، بنقسمن لخليتين بصيرن 23 زوج، بنقسمن كمان لخليتين بصيرن أربع خلايا كل خلية تحوي على 23 كروموسوم وليس زوج من الكروموسومات. إذا الميوسيس شو بتعمل؟ بتعمل خلايا تحوي على نصف العدد من الكروموسومات عن الخلية اللي بلشت أو عن الخلية البيرنت عن الخلية الأم. إذا كنا الدايبلويد بلشنا بدايبلويد يعني أزواج من الكروموسومات وانتهينا بهابلويد يعني أفراد من الكروموسومات زي ما شفنا في الميوسيس. والخلايا اللي بنتجن الأربعة بكونن مختلفات عن بعض وليسوا شو متشابهات. ثلاث أشياء three events are unique to meiosis. ثلاث أشياء مهمات جدا وفريدات من نوعين يحدثن في الميوسيس ولا يحدثن بالميتوسيس. وهذول الثلاث حالات أو الثلاث الأحداث يحدثن في الميوسيس 1 وليس الميوسيس 2 لأنه إحنا سبق وحكينا إنه الميوسيس 2 بتشبه الميتوسيس. ما هي الثلاث حالات؟ الحالة الأولى اللي هي synapses and crossing over in prophase 1. شو يعني؟ يعني الهومولوجس كروموسومز physically connect and exchange genetic information. شو يعني؟ يعني الكروموسومات الهومولوجس يعني الأزرق والأحمر بوقفن جنب بعض بالترتيب بالسنتي الرجل على الرجل والرأس على الرأس لو اعتبرنا ذلك. يعني كأنه وقفت انت واحد بالضبط جنب بعض جريك جنب جري وراسك جنب راسه بلزقهن جنب بعض بكون نفس الطول انهم هذول الأزرق والأحمر. ليش؟ طيب بقول لك علشان يتبادلن جزء من الرأس أو جزء من الإجرين. فأنا بدي أعطيك 10 سنتي وانت بدك تعطيني 10 سنتي فمنيجي من قص من فوق 10 سنتي هذا بأخذ العشرة تبعتها وهذا بأخذ العشرة تبعتها زي ما ذكرنا سابقا. وهي العملية بنسميها crossing over وهذه تحدث في الميوسيس 1
تحدث في الميوسيس 1 في البروفيس 1 في المرحلة الأولى من الميوسيس 1 بروفيس 1 ولا تحدث في الميتوسيس. إذن هاي الحالة الأولى. اثنين، الإشي الحادث الثاني اللي بيخص الميوسيس إنه الهومولوجاس كروموسومز بترتبن في وسط الخلية وبينفصلن عن بعض. أنمي الهومولوجاس الأزرق بينفصل عن الأحمر، بينما بالميتوسيس الأزرق بينفصل عن الأزرق والأحمر بينفصل عن الأحمر، السيستر كروماتيدس اللي بينفصلن عن بعض. النقطة الثالثة، إذن بعد ما يترتبن بالميتافيس، إذن هذول النقطتين حكيت هنا مع بعض، إذن الهومولوجاس كروموسومز بترتبن في الوسط، بينما هناك بترتبن السيستر كروماتيدس، يعني هناك بترتبن بالميتوسيس بتشوف اثنين كروموسوم، اثنين سيستر كروماتيدس جنب بعض، أزرق أزرق جنب بعض، بعدين فوقهن أحمر أحمر جنب بعض، بعدين أزرق أزرق فوق جنب بعض. هون لا، هون الهومولوجس بيكون اثنين أزرق اثنين حمر جنب بعض، اثنين أزرق اثنين حمر جنب بعض، علشان لما بده يتم الفصل الآن اللي ينفصلن عن بعض السيستر كروماتيدس الهومولوجس كروموسومز وليس السيستر كروماتيدس. هيها هون بالتوضيح. إذن أول اختلاف قلنا السينابسز إنهم بترتبن جنب بعض وبوقفن جنب بعض علشان يصير الكروسينج أوفر في المنطقة اللي سميناها كيازماتا. هون ميتوسيس، طلع هون في الميتوسيس ترتبن بالوسط في الميتافيس بليت، أنمي السيستر كروماتيدس علشان أشيل أزرق على هاي الجهة وأزرق على هاي الجهة، أحمر على هاي الجهة أحمر على هاي الجهة، علشان ينتج عندك خليتين متطابقات 100% دوتر سيلز اوف ميتوسيس. هون طلع كيف بترتبن، أنمي اللي ترتبن أزرق مع أحمر، يعني الهومولوجاس كروموسومز بترتبن في الميتافيس. إذا بيرز اوف هومولوجاس كروموسومز لاين اب في الميتافيس 1. بعدين بنفصل الأحمر على جهة والأزرق على جهة، أحمر على جهة والأزرق على جهة، ولاحظ أنه صار عندك كروسنج أوفر اللي هي تبادل لبعض القطع الصغيرة في الأطراف زي ما ذكرنا. منتج عنا بعدين هاي الخلية تنقسم إلى ثنتين، هاي الخلية تنقسم إلى ثنتين، بيطلع عندك أربع خلايا كليا مختلفات عن بعض في الميوسيس. إذن هاي مقارنة بين الميتوسيس، هاي تكبير للصور، والميوسيس، الميوسيس والميتوسيس. تمام؟ إذن شو بصير برضو مقارنة سمري؟ الدي ان اي ريبليكيشن في الميتوسيس يحدث قبل الانقسام، نعم صحيح. الدي ان اي ريبليكيشن مضاعفة الكروموسومات، نعم تحدث في الميوسيس لكن قبل الميوسيس 1، ولا تحدث ما بين الميوسيس 1 والميوسيس 2. إذن مرة واحدة بصير مضاعف للكروموسومات، بينما هناك انقسامين بالميوسيس. Number of division، كم مرة بتنقسم بالميتوسيس؟ واحدة. كم مرة بتنقسم؟ مرتين. السينابسز، هل منرتب الهومولوجس كروموسومز مع بعض؟ لا، منرتب السيستر كروماتيدس في الميتوسيس. هون نعم بترتبن في الميتافيس بليت ومنفصل عن بعض الهومولوجس كروموسومز وليس السيستر كروماتيدس، وبصير عندنا كروسنج اوفر اللي هي الكيازماتا وبتبادلن بعض الاجزاء مع بعض. نمبر اوف دوتر سيلز، هنا بننتج تنتين، هنا بننتج أربعة. هنا الدايبلويد بيكون فيهن ازواج من الكروموسومات، هون بيكون فيهن افراد من الكروموسومات. رول اوف انيمالز، شو فائده الانقسام في الانقسام الخليه الجسديه؟ قلنا عدة أشياء في المحاضرات السابقة أو في الموضوعات السابقة إنه الهدف من الانقسام ممكن يكون ريبير لما بتنجرح، ممكن يكون نمو لما أنت بتكون طفل وبتصير تكبر أو لما بتكون جنين وبتصير تكبر، وممكن يكون ريبرودكشن إنتاج كائن حي جديد اللي هي في مرحلة الحمل لما الست بتحمل. تمام؟ طب شو الهدف من الميوسيس؟ الميوسيس هي جاميتس، هي خلايا جنسية، إذن دائما بيكون الهدف ريبرودكشن، إذن إنتاج كائنات حية جديدة، إذن الهدف produces gametes، إذن الهدف من الميوسيس إنتاج حيوانات منوية وبويضات. تمام؟ من أجل زيادة عدد الكائنات الحية، وطبعا هون زي ما حكينا reduces the number of chromosomes، هنا منحافظ على عدد الكروموسومات في كل مرة، وهذا
تكبير للصور. إذن في الميوسيس السيستر كروماتيتس كوهيزن بظلين بيرتبطن مع بعض السيستر كروماتيتس وما بينفصلن عن بعض السيستر كروماتيتس في الميوسيس 1، بينما بالميتوسيس الكوهيزن are cleaved at the end of metaphase منفصل السيستر كروماتيتس عن بعض. في الميوسيس منكسر الرابطة اللي في الأنافيس بيكون السيباريشن لمين؟ هومولوغاس كروموسومز. إذا بنفصل عن بعض مين؟ سيباريشن أوف هومولوغس. ومتى بنفصل السيستر كروماتيتس عن بعض؟ بالأنافيس 2 في الميوسيس 2 بنفصل السيستر كروماتيتس عن بعض. تمام؟ Genetic variations produce sexual life cycle contributes to evolution. Mutation. نقطة الأولى. شو يعني mutation؟ يعني طفرة. ماذا تعني الطفرة؟ يعني تغيير في المادة الوراثية، تغيير في المادة في DNA للكائن الحي. التغيير في الكائن الحي في المادة الوراثية للكائن الحي mutation الطفرة تعتبر أصل الجينيتيك diversity. يعني الاختلافات الجينية ما بين البشر، يعني الناس لآدم وآدم من تراب. طب ما دامنا إحنا كلياتنا من آدم وحواء عليهم السلام، كيف إحنا من الأسود ومن الأبيض ومن الأشقر ومن اللي شعره خشن ومن اللي شعره ملولب ومن اللي شعره ناعم ومن العينين الأزرق ومن شو الأسباب هاي الاختلافات الهائلة جدا اللي نتجت؟ يعني معقول بقولوا حتى آدم وحواء عليهم السلام كان أصلهم أسود يعني زي الأفارقة، طب كيف طلعت هاي الألوان؟ هيك يقال طبعا، مش معلومة أكيد. كيف طيب طلعت هاي الألوان وهاي الأجناس بكل كميوتيشن؟ ميوتيشن طفرات في الدي ان اي ادت الى ظهور هاي الجينيتيك دايفيرسيتي ميوتيشن. اذا شو بتعمل الميوتيشن؟ كرييتس ديفرنت فيرجنز اوف جينز كولد اليلز. اذا الميوتيشن خلت واحد عينيه ازرق وواحد عينيه اسود وواحد عينيه كذا. هاي الاختلافات للصفه الوراثيه الواحده بنسميها اليلز. اليلز إذن الميوتيشن creates different version of a genes. إذن الجين الواحد في عنا different version. كيف الجوال له تحديثات، هناك نفس الإشي الميوتيشن بتعمل تحديثات في الجين. هاي التحديثات بسموها gene version، يعني تحديثات الجين. تحديثات الجين بنسميها alleles. بنسميها شو؟ alleles. هلأ هذول alleles شو بصير فيهن في عملية السكشوال ريبرودكشن في التكاثر الجنسي؟ بنخلطن الأليلز مع بعض كمان وكمان، وبالتالي بعملن دايفيرسيتي كمان مختلف. يعني واحد عينيه أزرق مع واحد عينيه أخضر بيطلع مثلا الأولاد لون عينيهم إشي لون غريب جديد ما بين الأزرق والأخضر مثلا. تمام؟ واحد طويل تزوج واحد قصير طلع مثلا طول متوسط. إذن الريشافلينج أوف أليلز يعني خلط الأليلز بعملية التكاثر الجنسي يؤدي إلى تنوع أكبر في الجيناتيك فارييشنز الاختلافات الجينية ما بين البشر. Origin of genetic variation among offsprings. ليش الناس هالقد مختلفين عن بعض؟ شو السبب هالاختلاف اللون والبشرة ولون وشكل العينين والأنف وكل هاي الأشياء؟ شو الأسباب؟ ليش هيك هالاختلاف؟ فيش واحد في الدنيا زيك، يستحيل، لا نفس مشيتك ولا شكلك ولا شعرك ولا لون بشرتك ولا إشي. حتى إحنا المتشابهين بلون البشرة بيكون درجات اللون مختلفة، يعني بصمة، كل إشي بجسمنا بصمة. The behavior of chromosomes during meiosis and fertilization is responsible for most of the variation that arises in each generation. بقول لك السبب إنه كيف يتصرف الكروموسوم أثناء عملية الميوسيس أي إنتاج الحيوان المنوي والبويضة اللي هو ذكرناه هنا إحنا السينابسز والكروسينج أوفر والهومولوغاس كروموسومز والسيبريشن للسيستر كروماتيتس وكل هاي المنظومة. And وعملية التلقيح
تلقيح للتزاوج، لأنه يعني أنت ممكن تتزوج، إن إحنا 7 مليار ممكن تتزوج أي واحد، وبالتالي إذا تزوجت هاي بيطلع أولادك لك، طب إذا تزوجت هاي بيطلع أولادك مختلفين، طب إذا تزوجت هاي، إذا الاختلافات هاي ناتجة عن التزاوج برضو، ناتجة عن التزاوج، فممكن يطلع لنا شكل عين جديد، شكل أنف جديد، شكل أذن جديد، لون بشرة جديد، وهكذا. 3 أشياء تؤدي إلى contributes للجيناتيك variations. أول شغلة بحكي لك، أول سبب قلنا اختلاف السلوك الكروموسومات أثناء الانقسام، أول نقطة بنسميها independent assortment of chromosomes. النقطة الثانية crossing over. النقطة الثالثة random fertilization اللي حكيتها هلأ، قلت إنه ممكن تتزوج مثلا بأي واحدة. إذن النقطة الأولى هلأ حنشرح إن homologous chromosomes independent assortment of homologous chromosomes orient randomly at metaphase 1 of meiosis. Independent assortment each pair of chromosome sorts maternal and parental homologs into daughter cell independently of other pairs. شو يعني هذا الحكي؟ يعني طلع فرجيك إياها على شكل فكر. هلا انت عندك هاي الكروموسومات 23 زوج، طبعا هنا احنا مش ماخذين 23 زوج، ماخذين فقط زوجين، هذا الزوج وهذا الزوج، هذا تضاعف وهذا تضاعف، وهاي البوسيبيليتي الثاني. هلا لما بدي افصلهم عن بعض ممكن الزرق اثنين جين على الشمال والحمر جين على اليمين، فلما بدها تنقسم الخليه بده ينفصل بهاي الخليه الاحمر وهي الخلية ده تأخذ الأزرق. طبعاً ليش طب ترتبين الأحمر هيك على شكل عشوائي بطريقة عشوائية؟ هلأ عشوائية ثانية ممكن هيك، هذا يترتب الأزرق على الشمال والأحمر على اليمين، هنا بالعكس الأحمر على اليمين. طب لو انقسمت هاي الخلية تطلع هاي الخلية عندها أحمر وأزرق وهي عندها أحمر وأزرق، بينما هذول طلعين الثنتين أحمر وهذول الثنتين أزرق. إذن هذا اسمه independent assortment of chromosomes. طب إحنا كم من زوج من الكروموسومات عنا؟ عنا 23 زوج. طب تخيل إنه الأول على اليمين والباقيات كلهن على الشمال، الأحمر مثلا. هلأ بعدين احتمالات، بعدين الأول والثاني الأزرق على اليمين والباقيات كل الأزرق على الشمال، بعدين الأول والثاني والثالث الأزرق على اليمين والباقيات 23 زوج الثانيات أو 20 زوج اللي ظلين كلياتهم الأزرق على الشمال. يعني طب كم الاحتمالات؟ احتمالات هائلة. كم هائلة؟ 2 قوة 23 ويساوي 8 مليون احتمال. تخيل يعني أنت بس هاي النقطة اللي هي الـ independent assortment of chromosomes بيعطيك احتمالية إنتاج حيوانات منوية 8 ملايين حيوان منوي. 8 ملايين حيوان منوي بيكون مختلفات عن بعض. تخيل هلأ هاي بس شغلة واحدة أدت لهذا الاختلاف الهائل. طيب نروح على النقطة اللي بعديها. إذا الـ number of combination تساوي 2 قوة N، والآن طبعا اللي هو الهابلويد يعني 23 كروموسوم، هذا يؤدي إلى 8 مليون كومبينيشن. 8 مليون احتمال بتقدر تعمل بترتيب الكروموسومات على اليمين وعلى الشمال. طيب وهذول البوسيبوليتيز، طلع كيف طلع عنا؟ طلع عنا تشوف الكومبينيشنز خلايا مختلفات عن بعض. بيجي واحد يقول طيب هي هاي الخلية وهاي زي بعض، لا مهلا في شيء ثاني كمان صار اللي هو الكروسينج أوفر. شو هو الكروسينج أوفر؟ يعني الأزرق بأخذ له من الأحمر قطعة صغيرة والأحمر بأخذ له من الأزرق قطعة صغيرة. يعني مش زي هيك بده يصير، مش زي هيك. هاي نقطة من النقاط. تعال كمل بقول لك لا يا عمي، هذول الأزرق والأحمر أصلا لما بيكونن جنب بعض بتبادلن بعض القطع، فلما بتبادلن بعض القطع طلع هاي الخلية شو طلع فيها؟ طلع هذا الجين أزرق، هذا الكروموسوم أزرق، بينما هذا الكروموسوم أحمر على طرفيه 2 أزرق. طب وهذا؟ هذا أزرق على طرفيه 2 أحمر. طب هذا شو؟ هذا أحمر. طب هذا زي هذا؟ لا. طب اعمل كمان انقسام تطلع خلية كلها حمراء
خلية من الوسط أحمر أزرق أزرق، أزرق بالوسط أحمر أحمر على الطرفين، أزرق كامل. طيب مين اللي عمل هذا الاختلاف؟ هذا اسمه السبب الثاني اللي هو crossing over. إذن الكروسينج أوفر و... طب قديش بيحدث الكروسينج أوفر؟ بقول لك يحدث 1 2 3 كروسينج أوفر، كل كروموسوم ممكن يصير فيه 3 كروسينج أوفر. ولا يعني بدنا نضرب هلا كل كروموسوم من الثالث. طب أول مرة الكروموسوم الأول صار فيه كروسينج أوفر، الباقيات ما صارش. بعدين الثاني صار كروسينج أوفر، الباقيات ما صارش. بعدين الثالث صار كروسينج اوفر، الباقيات ما صارنش. بعدين الاول والسادس والسابع صار كروسينج اوفر والباقيات لا. بعدين 11 و15 و16 صار فيهن كروسينج اوفر والباقيات ما صارش. تخيل شو هذا، شو هالاحتمالات، هاي احتمالات هائله. ايضا هذا يؤدي الى جيناتيك فاريشن. اذا الكروسينج اوفر كونتريبيوتس تو جيناتيك فاريشن باي كومبايننج دي ان اي فروم بيرنتس انتو سنجل كروموسوم. يعني الأزرق جاي من الأب، لكن هذا أزرق على طرفيه أحمر أحمر، معناته في جزء من هاي الصفات جاي من الأم. قديش هذا الفاريشن؟ بحكي لك هائل جدا، هائل جدا. هلأ طيب، وهذا فيديو بشرح إنه عن الثلاثة كيف بصرن، اللي هي هون عنا الاسورتمنت اوف كروموسومز، ممكن يجين زي ما حكينا اندبندنت اورينتيشن، هاي الحاله يجين الازرق على هاي الجهه، هاي الحاله يجين الاحمر على هاي الجهه، وبالتالي لما بده يصير انقسام بالخليه ممكن الاثنين الحمر يجين هين وممكن الاثنين الزرق يجين هين. تمام، بهاي الحاله اثنين حمر هون اثنين زرق هون. طب لو العكس هاي اعطاك كومبينيشن. هلا طب لو أخذنا هاي الحالة، هاي الحالة زي ما حكينا يعني إعادة اللي حكيناه. تمام، هذا اسمه independent assortment of شو كروموسوم. طب لو قدمنا شوية، هلا رحنا على الكروسينج أوفر، هلا نعمل كروسينج أوفر، هذول أحمر وأحمر زي بعض وأزرق وأزرق زي بعض، لكن طلع شو عملنا، طلع الأزرق أخذ قطعة من الأحمر والأحمر أخذ قطعة من الأزرق. طيب هلأ لما بدك تفصل شايف صار كروسينج أوفر، صار عندنا حالي حالي طلع كل ياتين هذول مختلفات. إذن الكروسينج أوفر ظلت واحدة اللي هي النقطة الثالثة نشرحها، اللي هي شو الراندوم فيرتلايزيشن. شو يعني الراندوم فيرتلايزيشن؟ هاي اسمها الراندوم فيرتلايزيشن، يعني هذا سبيرم، هذا اللي فوق اعتبره سبيرم حيوان منوي، هاي تحت بويضة. طب كمان سبيرم انا بعمل بقول لك ملايين. طب انو من هنا اللي بده قطب الملايين هذول بشبههم بعض؟ بقول لك لا. طب انو من هنا بده يلقح البويضة؟ بده يطلع عندك كائن حي جديد. شايف زايغوتس، زايغوتس يعني ايش؟ اللي هي البويضة الملقحة أو الجنين، ها زايغوتس. تمام، إذا النقطة الثالثة random fertilization، أنو أي حيوان منوي. هلا أنت ناتج، أنت لو تطلع حالك أنت عبارة عن ناتج له حيوان منوي معين من الثمن ملايين قام بتلقيح بويضة معينة. طب لو حيوان منوي ثاني لقح هاي البويضة بيطلع كائن حي، مش انت، بيطلع واحد بيختلف عنك. تمام، يعني انت كنت عبارة عن خيار من ملايين الخيارات، من ملايين الخيارات، ولذلك هل يوجد انت فريد من نوعك، لانك انت ناتج عن احتمال من ملايين قديش يعني، قديش الاحتمال، قديش ممكن يكون في اختلافات. تخيل انه ممكن يكون من التلقيح الحيوان المنوي والبويضة الاحتمال عبارة عن واحد، انت 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 عبارة عن واحد على 70 تريليون احتمال.
تخيل أنت، أنت عبارة، أنت كمخلوق كإنسان عبارة عن واحد من 70 تريليون احتمال. شو 70 تريليون؟ شو يعني هذا الرقم؟ يعني إشي خرافي، ما بنعرف إيش كمان صفر حتى قدام. تخيل أنت، ولذلك لما ربنا خلقك خلقك فريد من نوعك، أنت فيش زيك، أنت فيش زيك، تمام؟ إذا 70 تريليون دايبلويد كومبينيشن، تخيل أنت واحد احتمال من 1/70 تريليون احتمال. إذا الكروسينج أوفر زي ما ذكرنا إنه هو يؤدي إلى مور فاريشنز، وكل زايغوت بده يكون عنده يونيك جيناتيك ايدنتيتي، تمام؟ وهيك احنا بنكون مخلصين الشابتر. واللي عنده سؤال يتفضل ويرفع لنا ايده بعد ما نوقف العرض. يعطيكم العافية.